أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يخص الرئيس النيجيري محمد بازوم باستقبال رسمي ببهو رئاسة الجمهورية، ومحادثات ثنائية بين الرئيسين تعزيزا للعلاقات بين البلدين. رئيس الجمهورية يعلن خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس النيجيري فتح الحدود البرية بين البلدين لتسهيل التبادلات التجارية، وتأكيد على دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في كل الميادين. تعزيزاً لروابط الأخوة والتضامن وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، إرسال شحنات من المساعدات الطبية تشمل 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لوباء كورونا إلى الشقيقة تونس. وأمام المنحنى التصاعدي لحالة الإصابة بالفيروس، حملات تحسيسية وعمليات تلقيح واسعة عبر العيادات والفضاءات العامة لفائدة المواطنين وموظفي القطاعات العمومية. في قطاع السكن، توزيع قرابة 6000 وحدة سكنية بمختلف السياق بالقطب الحضري تنار بسطيف تتوفر على شروط العيش الكريمة. بداية، خص اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس جمهورية النيجر السيد محمد بازوم الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، خصه باستقبال رسمي ببهو رئاسة الجمهورية. فبعد تحية العلم واستعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، استقبل السيد الرئيس ضيف الجزائر. بمقر رئاسة الجمهورية أجرى السيد الرئيس محادثات ثنائية مع نظيره رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم. هذا وقد توسعت هذه المحادثات لتشمل وفدي البلدين.
وفي لقاء صحفي مشترك تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر وسبل تعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا شاكر كثير السيد الرئيس، رئيس الجمهورية النيجيرية سي محمد بازوم على الزيارة الأخوية اللي يقوم بها حاليا في الجزائر مع وفد هام وهام جدا اللي فيه كل القطاعات. المفاوضات أو المحادثات الأولية جعلتنا دولتين تقريبا متفقين على كل ما طرح من طرف الإخوان تاع النيجر، تعاون في كل الميادين، تعاون على مستوى الري، على مستوى النفط، على مستوى التبادل بين الحدود. اتفقنا كذلك على فتح الحدود بين الدولتين لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر والعكس استيراد المواد النيجيرية نحو الجزائر. اتفقنا كذلك على أن تكون هناك سياسة واضحة بالنسبة للإخوان العمال تاع النيجر اللي يجوا يشتغلوا في الجزائر في مختلف القطاعات. بالنسبة للتعاون كذلك التعاون الأمني اتفقنا على تماما، يعني ما فيش بصفة عامة، ربما خلي التفاصيل الأخي سي محمد بازوم سيد رئيس الجمهورية تاع النيجر، ولكن بصفة عامة كان اتفاق تام على كل المشاكل أو الأمنيات التي طرحت من طرف الإخوان تاع النيجر في التكوين في وغيره. شكرا. شكرا سيد الرئيس. كانت لنا محادثات ثنائية مع السيد الرئيس عبد المجيد تبون لتتوسع بعدها هذه المحادثات بين وفدي البلدين، وأنا جد ممتن للسيد الرئيس والحكومة الجزائرية والشعب الجزائري لحسن الاستقبال والضيافة والتي عهدناها دوما من هذه الدولة الشقيقة. أشكر الجميع على هذه المعاملة الحسنة. لقد عملنا على النقاط المشتركة التي تجمعنا وخاصة تلك التي تهم مصلحة البلدين. هنالك تنسيق محكم بيننا خاصة في المجال الأمني وكذلك الاقتصادي والاجتماعي. لقد أعلمت الرئيس تبون بالبرنامج الذي بشرناه في منطقة ديفا لإعادة كل الساكنة التي هاجرت منذ سنة 2015 بفعل الأمن التي تعرفه قرى هذه المنطقة. العملية تمس أزيد من 100,000 شخص، وهنا نحتاج إلى نوعين من المرافقة، مرافقة إنسانية وأخرى تنموية للدفع بالاقتصاد في هذه المنطقة الواقعة أقصى شرق النيجر. تكلمت كذلك على برنامج الفتح الجزئي للحدود بين البلدين فيما يخص التبادل التجاري والتي تفتح كل أسبوعين، وعليه أعلمت الرئيس تبون عن أملنا بالفتح الكلي للحدود من أجل أن نرتقي بمستوى التبادل التجاري بين بلدينا. بين
كذلك تناولنا ملف العمال النيجيريين بالجزائر وعددهم في تزايد نظرا لفرص العمل المتاحة والظروف الحسنة التي يجدونها هنا بالجزائر، لكن للأسف هم دائما يرحلون ونحن بحاجة ماسة إلى هذه النافذة أن تكون مفتوحة أمام العمال النيجيريين، ورئيس تبون أبدى اهتمامه بشأن هذا الملف. نيجيريان le président Tebboune a été particulièrement sensible et bienveillant sur cette question. تحدثنا أيضا حول استغلال النفط من قبل شركة سوناتراك، مشروع كوزوديك نيجيريا، نيجر، الجزائر، كما تطرقنا أيضا إلى الملفات التقليدية التي تجمعنا في عدة مجالات فيما يخص كذلك التكوين المهني وكل المجالات الكلاسيكية التي دائما نتعاون بشأنها. هو نقاش مثمر تمخض عنه جهاز تنسيق يترأسه عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية، وأنا جد مقتنع أنه سيعطي دفعا قويا للتعاون بين بلدينا، ولهذا أشكر جزيل الشكر رئيس تبون والحكومة الجزائرية. C'est pourquoi je remercie très vivement le président Tebboune ainsi que le gouvernement algérien. Merci. Merci, mon frère. Merci. والآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر العاصمة وما جورها من مدن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله
بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. نواصل نشرتنا، وبمقر رئاسة الجمهورية دائما التقى اليوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنغريحة وزير الدفاع النيجيري الكاسوم إنداتو في جلسة عمل. وضمن زيارة أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عممرة محادثات مع نظيره النيجيري. من جهة أخرى، أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أجرى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب محادثات مع نظيره النيجيري. كما تحدثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو مع نظيرها النيجيري. كما أجرى وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي محادثات مع نظيره من جمهورية النيجر. وبمقر إقامة الرئيس النيجيري بزرالدا استقبل الرئيس محمد بازوم رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل الذي أدى له زيارة مجاملة. كما استقبل الرئيس النيجيري محمد بازوم بمقر إقامته بزيرالدا رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذي أدى له زيارة مجاملة. الرئيس النيجيري محمد بازوم مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود قام بزيارة إلى مؤسسة الألبسة ولوازم النوم الشهيد الجلالي بودرنان، حيث كان في استقباله المدير المركزي للصناعات العسكرية اللواء سليم جريد رفقة المدير العام للمؤسسة العقيد أحمد بوعمراني. ضيف الجزائر زار مركب الإنتاج للمؤسسة بالخروبة بالناحية العسكرية الأولى ووقف بمختلف وحداته. المتابعة لنجوى جدي. الرئيس النيجيري محمد بازوم مرفوقا بوزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود زار مؤسسة الألبسة ولوازم النوم الشهيد الجلالي بودرنان التي تعد صرحا من صروح الصناعات العسكرية وتزخر بمسار طويل حافل بالإنجازات تعرف عليه عن قرب ضيف الجزائر من خلال عرض تم تقديمه. بعدها قام الرئيس النيجيري والوفد المرافق بزيارة مركب الإنتاج للمؤسسة الخروبة الحامل اسم الشهيد بوحميد محمود والذي به أهم الوحدات المكلفة بإنتاج بدلات القتال للجيش الوطني الشعبي بكل أصنافها، حيث تتم خياطتها بمواد أولية محلية وأياد وخبرات جزائرية تفتخر بها الصناعة العسكرية. وبها أيضا يتم إنتاج الكمامات والبدلات الطبية والأقنعة الطبية الواقية تكيفا مع الوضع الصحي الحالي، وفي كل مرة تقدم استفسارة يجيب عنها إطارة المؤسسة. ثاني محطة للرئيس النيجيري كانت بوحدة التفصيل الأولى المكلفة بإنتاج بدلات الخروج عسكري وشبه عسكري إلى جانب الدرع الواقي، وهنا نوه ضيف الجزائري بقدرات المؤسسة وجودة المنتوج.
في ختام الزيارة وقع الرئيس محمد بازوم على السجل الذهبي للمؤسسة. وبمقام الشهيد ترحم رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم على شهداء ثورة التحرير المجيدة، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري. وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة. الرئيس النيجيري محمد بازوم مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود قام بزيارة إلى المتحف المركزي للجيش الرئيس الراحل شادلي بن جديد، حيث كان في استقباله مدير المتحف العقيد مراد شوشان الذي قدم له شروحات حول تاريخ الجزائر عبر مختلف العصور منذ العهد النوميدي إلى الوجود الروماني والبيزنطي، مرورا بالفتوحات الإسلامية ثم الوجود العثماني حتى الاستعمار الفرنسي. كما تلقى شروحات وافية عن الثورة التحريرية ومختلف مراحلها منذ بدايتها حتى الاستقلال. وفي ختام الزيارة وقع الرئيس محمد بازوم في السجل الذهبي للمتحف لتقدم له في الأخير هدية رمزية تتمثل في شعار المتحف ومجموعة المتحف المركزي للجيش. هذا ويتناول برنامج الجزائر مباشر على القناة الإخبارية العلاقات الجزائرية النيجيرية بالتحليل والنقاش خلال هذه السهرة. متابعة طيبة. تعزيزا لروابط الأخوة والتضامن وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بإرسال مساعدات طبية إلى شقيقة تونس تشمل ما يقارب 20 طنا من المستلزمات الطبية وشحنة من اللقاحات تقدر ب 250,000 جرعة إلى جانب معدات طبية ضرورية لمواجهة جائحة كورونا. العملية أشرف عليها اليوم وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد من مطار بوفيريك العسكرية. المزيد مع فوزية تاج. ظل الظروف الصحية التي تعيشها تونس الشقيقة وفي مبادرة منها للوقوف إلى جانبها، أرسلت الجزائر طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية من مطار بوفيريك محملتين بالمساعدات من تجهيزات ولوازم طبية وأدوية، منها 250,000 جرعة من لقاح المضاد لكوفيد-19، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. عدد كبير من الأدوية، بالخصوص الأدوية لصالح محاربة كوفيد، وآلات للفحص، للفحص البيولوجي، وكذلك أشياء عديدة. لما نقول طائرتي قريب من 20 طن، وكذلك والشيء اللي يهم كثير بالنسبة للماء نعرف داخل تونس هو 250,000 جرعة قسمنا معهم، عطينا معهم. هذا لماذا؟ لأن تضامن الجزائر، نحن نعرف الوضع اللي قلق كثير في تونس، إذا فيه في المستقبل فيه تضامن آخر نحن موجودون هنا في الجزائر، وهذا هو واش لازم ظهر الجزائر كبلد يتضامن مع كل بلدان المجاورة. هبة تضامنية أملتها الظروف الصحية والتزام الجزائر مع الأشقاء بمواقف إنسانية لتعميق روح الأخوة بين البلدين. تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أوصى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2021. وفي هذا الإطار ستشرع الجهة القضائية المختصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن 60 شخصا للالتحاق بذويهم وعائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع.
برلمانيا صادق اليوم مجلس الأمة بالإجماع على أعضاء مكتب المجلس في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صلاح جوجيل خصصت لتنصيب أجهزة وهيئات المجلس المتمثلة في نواب الرئيس ومكاتب اللجان الدائمة. وكانت المجموعات البرلمانية قد عقدت اجتماعات داخلية لاختيار ممثليها الذين سيشغلون منصب نواب الرئيس، وعددهم 5 وكذا مكاتب اللجان الدائمة. وتمت خلال هذه الجلسة المصادقة على القائمة الاسمية لنواب الرئيس المقترحة من قبل المجموعات البرلمانية وكذا مسؤولو هياكل المجلس. دخلنا في مرحلة من المراحل الشفافية والديمقراطية، لما نطبقوها على رواحنا ونحترموها نقدروا نتكلموا عليها ونمدوا توجيهات عليها. الجزائر راهي تعيش مرحلة من المراحل الهامة في تاريخها من أجل الديمقراطية الحقيقية ومن أجل بناء مؤسسات قوية، مؤسسات اللي تواجهت كل التحديات وأمامنا تحديات. الآن إلى ملف السكن. وبولاية سطيف تم اليوم تسليم القطب الحضري تينار، وهذا بتوزيع قرابة 6000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 5500 وحدة سكنية بصيغة عدل و230 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بمنطقة عبيد علي، إضافة إلى 50 مقررة استفادة من السكن الريفي. والمتابعة لسعيد بلوني سلابي. بداري عبد الرؤوف أحد المستفيدين من سكنات عدل بولاية سطيف يلتحق بمسكنه الذي لطالما انتظره ضمن حصة إجمالية قدرها 5780 وحدة سكنية، حصة الأسد للوكالة ب 5500 وحدة. يعني ما شاء الله سكنات لائقة، وذاك يعني انتظرنا شوية صح؟ الحمد لله هذه الساعة فرحة يعني والله ما تصورها. القطب الحضري بتنار مجمع سكني بكامل التجهيزات والتهيئات المختلفة التي أضفت عليه جمالية، حيث تسلم المكتتبون مفاتيح سكناتهم والفرحة تغمرهم بعد طول انتظار. نستناو في اللحظة هذه بفارغ الصبر، وحده سنة كرق ربي فرج علينا في هذا النهار، الحمد لله يا ربي. أعطوها المفتاح، أعطوها السكن، الحمد لله السكن مليح، زرناه شفناه والموقع مليح والحمد لله بشريعة ربي. الحصة أيضا ضمت 230 مستفيدا من الترقوي المدعم، بالإضافة إلى مقررات استفادة من السكن الريفي، لتكون الحصة غير مسبوقة في سلسلة عمليات التسليم بالولاية. السكنات التي سلمت اليوم سلمت بكل الضروريات من شبكات مختلفة، والحي والقطب الحضري الجديد بتينار هنا اللي يحتوي على أكثر من 6000 وحدة سكنية راه مجهز بكل المرافق العمومية اللازمة من مدارس متوسطات وثانويات، ملاعب جوارية وكل يعني ضروريات الحياة في هذا القطب الحضري الجديد. بالنسبة لوكالة عدل في هذا أكبر عدد سكنات لهذا العدد الكبير مع احترام النوعية واحترام الأجار. هذه الحصة من شأنها رفع نسب الحظيرة السكنية بولاية سطيف، وبالنظر للمشاريع طور الإنجاز تجعلها في أريحية لعمليات تسليم مستقبلية وبمختلف الصيغ. في الانشغال الصحي وبخصوص الوضعية الوبائية بالجزائر، سجلت 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة، فيما تمثل 584 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه اليوم وزارة الصحة. وبهدف توسيع حملة التلقيح خارج الهياكل الصحية للحد من انتشار الفيروس، استفاد عمال وموظفو قطاع الجامعات المحلية بولاية مستغانم، تقول كاميليا حموم في هذه المتابعة. من مقر ولاية مستغانم انطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة عمال وموظفي الجامعات المحلية بالولاية. اليوم درنا الجرعة الأولى اللي جابوها لنا في الولاية تاع اللقاح، والحمد لله رانا درناه باش هكا اومو نسلكوا من هذا المرض. من جاونا لهنايا سهلوا علينا الامر باش نروحوا لهذوك المصالح الصحه الجواريه، جينا هنايا بسهوله نديروا التلقيح. نروحوا كامل نديروا هذه لي فاكسان
باش نقصوا على المرضى ونحافظوا على سلامتنا وسلامة العائلة إن شاء الله بربي. وهذه حاجة مليحة يعني قبل ما نروحوا يعني لزيوبيتو ولا باش الاكتظاظ، حاجة مليحة دارتها لنا الدولة هذه. حوالي 35 ألف جرعة، تم استعمال 20 ألف جرعة. نراقب الحصص الجرعات والستوك اللي راه عندنا، ورانا نطلبوا بصفة دورية نطلبوا المزيد من الجرعات. هذا وقد سجلت مؤخرا ولاية مستغانم ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. المستشفيات حاليا راهي تعرف ارتفاع في عدد الاستشفاءات. الأسبوع الأول تاع شهر جويلية رانا تجاوزنا 50، وصلنا حتى 60 استشفاء عبر 3 مستشفيات. ويبقى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي من أهم التدابير لسلامة الجميع. مواطنو والأحياء الشعبية بعاصمة تطري المدية استفادوا أيضا من عملية التلقيح إلى جانب مستخدمي الجماعات المحلية والهيئات التنفيذية، كما تم تخصيص 90 سريرا بمستشفى محمد بوضياف بكل التجهيزات تحسبا لأي طارئ، يقول ملك زجوري. مراكز التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 جيراني 6 بعماتوا بكورونا، كورونا راها تدق راها تدي راه كل يوم يدفنوا، كاين اللي ولادو ما يشوفوهش ويدوهم من السبيطار قبل للجبل. هذا اللقاح انا كانت عندي تجربه وين انا والعائله تاعي اصيبت بمرض كوفيد وكنا عانينا، ولقينا الوسيله الوحيده يعني هي انك تتلقى اللقاح. اليوم الحمد لله بفضل التحقيقات الوبائية في عاصمة الولاية لوحدها قمنا بفتح تقريبا 10 نقاط تلقيح خاصة مستوى الأحياء الشعبية بالتنسيق مع المؤسسات الصحية من أجل إضافة بعض الأسرة على مستوى المستشفى المرجعي لاستقبال مرضى كوفيد هنا بعاصمة الولاية. اختتمت اليوم المرحلة الأولى من عملية تلقيح لعمال الإذاعة والتلفزيون والتي جرت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بتكريم الطاقم الطبي المشرف على العملية، والمتابعة كانت لعلي سليماني. إقبال معتبر واستجابة واسعة لعمال مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الجزائري. الحملة امتدت على مدار أسبوع وسهر على إنجاحها طاقم طبي حظي بتكريم خاص مع نهاية المرحلة الأولى من هذه العملية. كنا يعني معهم كأسرة، كنا كأسرة خدمنا يعني خدمة ما شاء الله، يعني ما كان عندنا لا ما تعبنا ما كلش، كان يعني منظم التكريم اللي كرمونا به ونيتي تخيزيمي من هذا التكريم، ووفرونا الظروف والراحة في العمل كاع ليكيب تاع لا تيلي الى راديو الجيريان. كان تكريم اظن بكل تواضع مستحق، بما ان يعني كل الجماعه اللي راهي هنايا الطبيه والفرقه الطبيه والفرقات شبه الطبيه عملت مجهود كبير جبار يعني في وقت قصير جدا. اشاده كبيره بتفاعل عمال المؤسستين في انجاح حمله التلقيح. عمليه التلقيح شملت ما لا يقل عن 1031 من عمال المؤسستين، إذن شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه العملية وعلى رأسهم الطاقم الطبي، هو تكريم رمزي ثم رسالة إلى كل المواطنين الجزائريين لنقول لهم نحن نقضي كل وقتنا في التلفزيون الجزائري وفي الإذاعة الجزائرية لنقول لكم اذهبوا لتلقي التلقيح. ليبقى التلقيح السلاح الأول لمنع انتشار العدوى ومحاصرة الوباء. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن ترقية 1171 أستاذا محاضرا إلى مصف أستاذ للتعليم العالي. جاء هذا بمناسبة الإعلان عن نتائج الدورة 45 للجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة المحاضرين من صنف ألف إلى مصف أساتذة التعليم العالي. وأكد بن زيان أن تعزيز هيئة التأطير البيداغوجي في العلوم الطبية خلال السداس الأول من السنة
الجارية على مستوى كليات الطب والمؤسسات الاستشفائية بترقية أزيد من 6700 أستاذ من مختلف الرتب، من شأنه الإسهام في تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي للجامعات الجزائرية. إن كل هذه الترقيات في هيئة التعطير البيداغوجي على مستوى كل التخصصات والتي تمت خلال السداسي الأول من سنة 2021 ستسهم في ترقية الأداء البيداغوجي والعلمي للجامعة الجزائرية، وستكون دعما لها في تحسين ترتيبها العالمي، كما ستسهم في دعم البحث العلمي من خلال ما تنتجه هذه النخب في مجال العلمي من أبحاث وكذا المقالات العلمية التي يتم نشرها في مجلات علمية يشهد لها بجديتي. شكل موضوع تفريغ الزيوت المستعملة في الوسط البيئي محور يوم دراسي نظم من قبل مديرية البيئة لولاية سكيكدا وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الملتقى يهدف إلى مناقشة انعكاسات هذه الظاهرة على البيئة، خاصة مع التزايد الكبير في حظيرة السيارات بالجزائر. المتابعة لعائشة ببريق. مع تزايد عدد السيارات في الجزائر تتزايد عمليات الصيانة والتشحيم وتفريغ زيوت المستعملة التي باتت تهدد البيئة وسلامة الساكنة. من أجل هذا تسعى الدولة في الاستثمار في هذه الزيوت المستعملة، لكن القطاع العام لوحده لا يكفي. نحن نطالب بالاستثمار فيها والاسترجاع ورسكلة هذه الزيوت المستعملة حتى نستفيد منها من ناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، حتى لا تصبح خطر على المياه وخطر على الثروات الطبيعية. يمنع رمي هذه الزيوت المستعملة في الوسط الطبيعي، لماذا؟ لأن لتر واحد من الزيوت المستعملة يعطينا 1000 متر مربع من مساحة مياه سطحية ملوثة. المشاركون في هذا اليوم الدراسي أكدوا ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية التحسيس والحفاظ على حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في حياة صحية وسليمة. المجتمع المدني كيف بدأ الآن يقوم، يعني زاد من الجهود نتاعو في مجال خصوصا حماية البيئة. كما تعرفوا احنا حماية البيئة دستورنا المعدل أعطالها مكانة مهمة. ما يمكنش ندير تنمية مستدامة إذا ما كانش فيه محيط نظيف، وهذا العمل يندرج في إطار الرؤية اللي تفضل بها السيدة اسم حقوق الإنسان وكذلك الجمعيات الفاعلة في هذا الحقل. الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث هي مهمة الجميع، لازم تتضافر جميع جهود المجتمع المدني. مداخلة الأساتذة والمختصين خلصت إلى ضرورة التوعية والتحسيس بخطورة هذه الزيوت حفاظا على صحة الإنسان وبيئته. في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال السداس الأول من سنة 2021 العديد من العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.
أكدت مصالح ولاية معسكر أن انفجار أنبوب نقل الغاز الرابط بين ولايتي غليزان وتلمسان مرورا بولاية معسكر على مستوى قرية بن عوالي ببلدية زهانة صبيحة اليوم نجم عن أشغال حفر قام بها أحد الفلاحين أسفل الأنبوب باستعمال جرافة، مما تسبب في حدوث الانفجار واشتعال النيران دون تسجيل أي خسائر بشرية. بينما شرعت المصالح التقنية المختصة التابعة لمؤسسة سوناطراك في إصلاح العطب مباشرة بعد انتهاء أعوان الحماية المدنية من إخماد النار المشتعلة بالأنبوب. سجلنا اليوم تعرض أنبوب نقل الغاز الطبيعي من مدينة غليزان إلى مدينة مغنية إلى حادث تسبب فيه أحد الفلاحين. هذا الفلاحين اللي كان يقوم بعملية الاستصلاح، استصلاح الأرض نتاعو بدون رخصة رغم ما يسمى الباليزاج نتاع الأنبوب، واللي تسبب في اشتعال يسمى اشتعال الغاز الطبيعي المتوفر داخل الأنبوب. تدخل المصالح التقنية في الوقت المناسب وغلق الأنبوب من الجانبين، وكذلك تجنيد، تم تجنيد كل المصالح بما فيها الأمنية والعسكرية وكذلك مصالح الحماية المدنية ومصالح نفطال. تم التحكم في هذا الحريق والحمد لله اليوم اسمه في اللحظة هذه تم الإطفاء نتاعو. الحادث هذا لم يتسبب في خسائر مادية ولا بشرية. تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلة من إخماد حريق اندلع جراء انفجار محول كهربائي رئيس وقع ليلة أمس على الساعة 9 بمحطة الكهرباء المسماة سوفاي بخميس مليانة. الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية يقول علي سليماني. هي بعض مشاهد الانفجار الذي أعقبه حريق ضخم داخل محطة توليد الكهرباء في بلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلة. نشب حريق على مستوى المحول الكهربائي 220-60-30 لبلدية خميس مليانة، مما جرى عنه ترتب عنه انقطاع الكهرباء ل 14 بلدية. أود أن أركز عليه هو أن المصالح المختصة كانت في عين المكان بسرعة كبيرة، والحمد لله قدرنا نتحكموا في الحريق. مصالح المختصة تحقق خاصة الحماية المدنية وكل المصالح في الحقيقة المصالح الأمنية. الحريق تسبب في خسائر مادية دون تسجيل أي وفيات أو إصابات. هذا عطب تقني محض كان على مستوى المحول 220-60 كيلو فولت ذات طاقة تحويل 120 ميجاوات. إذن فيه آليات حماية تعمل في هذا المجال قطعت الكهرباء بصفة احترازية. هذا وقد باشرت مصالح مديرية مجمع سون الغاز في تصليح العطب وإعادة الكهرباء لسكان البلديات المتضررة. وبولاية بسة تمكن أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع أعوان الغابات مدعومين بأفراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا من إخماد حريق غابة العاطف بعد 3 أيام من نشوبه، متسببا في إتلاف مساحة غابية تزيد عن 250 هكتارا. عملية سخرت لها تعزيزات خاصة للحماية المدنية قادمة من الولايات المجاورة. وجندنا كل وسائل المادية والبشرية للتدخل في الوقت المناسب لإخماد هذا الحريق اللي هو في مكان تضاريس صعبة في جبال أودية، أماكن صعبة الوصول إليها مع رياح قوية مع شدة الحرارة صعبت علينا نوعا ما العملية، ولذا سطرنا أولويات. الأولوية الأولى تاعنا كانت حماية أرواح المواطنين الأحياء القريبة من موقع الحريق، وكذلك الحياة نتاع الأعوان اللي يدخلوا في عملية الإطفاء. الأولوية الثانية كانت تطويق الحريق في مكان معين وعدم سماح لانتشاره في أماكن مجاورة. أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة زغود يوسف بقسنطين اليوم بإيداع السائق المشتبه في تورطه في حادث المرور الذي وقع يوم الجمعة المنصرم بوادي
ورزق ببلدية ابن حميدان وأودى بحياة 19 شخصا وجرح 9 آخرين رهن الحبس المؤقت حسب ما كشفت عنه نيابة الجمهورية، التي أوضحت أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لابن حميدان في قضية حادث المرور المميت، تم اليوم تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة زيغود يوسف. وقد تمت متابعة المشتبه فيه المدعو ها خا بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لذات المحكمة عن تهم جنحة القتل الخطأ بمركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل بتوافر ظرفي الإفراط في سرعة وسير بحمولة زائدة. دوليا وفي شأن الصحراوي، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية المغرب بعد إدانة الصحفي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام منذ أكثر من 3 أشهر بخمس سنوات سجنا نافذا، داعية الرباط إلى حماية الصحفيين وتوفير أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات. إلى ذلك قصف المقاتلون ومقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس 4 مواقع لقوات الاحتلال المغربي حسب البيان العسكري رقم 243 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. الآن في الرياضة، لعبت اليوم 4 مباريات ضمن الجولة 31 لبطولة المحترف الأول لكرة القدم، حيث فرض اتحاد بسكرة التعادل على شباب قسنطينة بهدف لمثله، فيما تفوق الوصيف شباب الوزداد على جمعية تشلف بهدفين لهدف واحد، كما ظفر سريع غليزان بالنقاط 3 بتفوقه على نجم نقرة بهدف نظيف، وتغلب نادي أتلتيك فاردو على ضيفه وداد تلمسان بهدف دون رد. باقي مباريات هذه الجولة تجرى في هذه الأثناء فيما ينقل الدربي العاصمي بين المولودية والاتحاد على المباشر على القناتين الأولى وكانال الجيغي بداية من الساعة 9 مساء. إلى التذكير بالعناوين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص الرئيس النيجيري محمد بازوم باستقبال رسمي ببهو رئاسة الجمهورية ومحادثات ثنائية بين الرئيسين تعزيزا للعلاقات بين البلدين. رئيس الجمهورية يعلن خلال ندوات صحفية مشتركة مع رئيس النيجيري فتح الحدود البرية بين البلدين لتسهيل التبادلات التجارية، وتأكيد على دعم العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون في كل الميادين. وتعزيزا لروابط الأخوة والتضامن وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، إرسال شحنة من المساعدات الطبية تشمل 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لوباء كورونا إلى الشقيقة تونس. وأمام المنحنى التصاعدي لحالات الإصابة بالفيروس، حملات تحسيسية وعمليات تلقيح واسعة عبر العيادات والفضاءات العامة لفائدة المواطنين وموظفي القطاعات العمومية. وكما تابعتم في النشرة، وفي قطاع السكن، توزيع قرابة 6000 وحدة سكنية بمختلف السياق بالقطب الحضري تينار بسطيف تتوفر على شروط العيش الكريمة. نشأتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله.